صباح الخير. واليوم 21 حزيران 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، وبداية مع مولود برج الحمل. عم تسعى عزيز الحمل لتنظيم أعمالك ومتابعة حساباتك المالية بشكل دقيق من بعد الفوضى وسوء التفاهم يلي مرقت فيها بالسابق مع بعض الزملاء في العمل. عاطفيا بداخلك تساؤلات كتير كبيرة مرتبطة باستخفاف الشريك لمشاعرك وأسباب عدم اهتمامه فيك مثل قبل. مولود برج الثور تبدو غير قادر على تحمل وضع مهني غير مستقر ماديا، ويبدو أنك عم بتفكر بانطلاقة جديدة ولكن بمكان مختلف عن مكانك الحالي، بالإضافة لاهتمامات صحية بتخص أحد أفراد العائلة. عاطفيا من حقك الطالب بتوضيح بعض الأمور الخاصة المرتبطة بعلاقتك مع الشريك، والفرصة قدامك للدفاع عن استقرارك العاطفي مهما كانت الظروف ضدك. مولود برج الجوزاء من المحتمل تتأخر بعض النتائج المرتبطة بورقة عمل أو وظيفة كنت عم تستناها طول الفترة الماضية، بالإضافة في لتسويات قانونية بانتظارك. عاطفيا يبدو أنك مصمم على البدء بمرحلة عاطفية جديدة تراعي ظروفك النفسية الحساسية اللي كنت عم بتعيشها بالماضي. مولود برج السرطان كأنك عم بتخطط للانتقال إلى مكان جديد على الصعيد المهني أو لمباشرة مجال أفضل كنت عم تتمناه من فترة طويلة. عاطفيا عم تستعيد سيطرتك على الشريك ولكن بأسلوب محبب وبعيد عن كل التحديات السابقة، وتبدو مهتم بمتابعة مصالحك وأعمالك المرتبطة بعلاقتك معه. مولود الأسد عم تسعى لإيجاد الحلول السريعة والسهلة لوضعك المهني، ومن المحتمل يتغير مصيرك أو موقعك في العمل بقرار منك، بالإضافة لسياسة مالية جديدة بانتظارك. عاطفيا عم تتعمق علاقتك مع الشريك بالرغم من الظروف الصعبة اللي واجهتكم سوا، ونصيحتنا لك تهتم بصحتك أكثر من أي شيء تاني. مولود برج العذراء رغبتك بتحسين وضعك المالي والمهني عم يزداد يوم عن يوم، والفرص قدامك للتعاون مع أشخاص واصلين بهدف تطوير حياتك بشكل سريع، بالإضافة لخطوة مهنية جديدة بانتظارك. عاطفيا تبدو متجاوب مع قناعات الشريك واهتماماته ببعض الأهداف المشتركة اللي بيناتكم، ومن المحتمل تنقلك باتجاه وضع مالي أفضل. مولود الميزان عم تركض بكل الاتجاهات لرفع مستواك المهني والمالي سوا، بالإضافة لقرار جريء مرتبط بأمور عقارية تبدو مستعجل على إنجازها بسرعة. عاطفيا سوء تفاهم ممكن يبعدك عن الشريك، وكأنك عم بتراهن على مبادرة أو مصالحة بتخص استقرارك معه بدون ما تبين عن مدى انتظارك لهذه الخطوة. مولود العقرب بداية مرحلة مهمة من العلاقات والخيارات المهنية بانتظارك، رح تعوض لك عن التأخير والوعود الملونة اللي كنت متأمل أنها تغير لك من وضعك المهني نحو الأفضل. عاطفيا يبدو أنه الشريك جاهز لدعم مواقفك ورح تعمل المستحيل لتحسين حياتك العاطفية بشكل عام، ولكنك متخوف من كثرة الواجبات الضرورية المطلوبة منك. مولود القوس المجالات مفتوحة قدامك لتنفيذ بعض الخطوات المهنية يلي رسمتها بالسابق، بالإضافة لتفاهم جديد مقبل أنت عليه بخص وضعك المالي والمهني. عاطفيا لربما يصعب عليك إقناع الشريك بوجهة نظرك ببعض المواضيع الحساسة اللي بيناتكم، ولكنك جاهز للتخفيف من سلبية الأجواء وانعكاساتها على علاقتك معه. مولود الجدي رح تتحرر من ضغوطات ومسؤوليات مهنية كنت حريص على متابعتها وإنجازها بالنيابة عن أحد الزملاء في العمل، بالإضافة لتغيير مهم بانتظارك. عاطفيا عم تجتهد على تطوير علاقتك مع الشريك بالرغم من أنك غير مطمئن لأوضاعك معه بالتزامن مع حالة القلق والتعب اللي عم بيسيطروا، ومن الممكن تأثر على علاقتكم سوا. مولود برج الدلو تبدو غير متقبل لشروط جديدة اللي عم تنفرض عليك على الصعيد المهني، وتبدو متخوف من تأثيراتها على مستقبل وضعك في العمل. عاطفيا توقع موقف إيجابي من الشريك رح يساعدك على تخطي بعض الأزمات يلي عم بتواجهك، وأما للعازبين تبدو الأجواء مشجعة للقرارات الجدية. آخر الأبراج معنا مولود برج الحوت يلي عم تتسهل قدامه الظروف لتحسين وضعه المهني، ولربما يستفيد من دعم بعض الزملاء وتعاطفهم معه ببعض المسؤوليات المطلوبة منه. وأما عاطفيا الوقت مناسب لإزاحة الأسباب الواقفة بطريق تلطيف الأجواء السلبية اللي بينك وبين الشريك. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار. بلاقيكم بكرة، ضلكم بألف خير وباي باي.